تحياتي للجميع. في الفيديو ده هنشوف طريقة تركيب أسبلونة الشباك. أولا الأنواع الأسبلونة عندي أسبلونة اسمها حلقة وأسبلونة شاكوش. الحلقة اللي هي بتركب في الدرفة اللي من برا اللي هي الشيش. الشاكوش اللي بتركب في الدرفة اللي من جوا اللي هي درفة السلك أو القزاز اللي من جوا. بيجي عندي العمود بتاع الأسبلونة بيبقى فيه مقاسات طول متر في متر وعشرين على حسب الطول اللي انت عاوزه. الاطراف بتاعت العمود من فوق ومن تحت بتبقى فيهم فتحات دائرية زي اللي انتوا شايفينها دي اللي هي هتركب ايه في الاسبلونة نفسها. الاسبلونة القدامة دي اسبلونة شاكوش، هركبها بنفس الشكل دي، تركب الفتحة دي جوا البنز دي بنفس الطريقة دي بالظبط. هركب العمود ده كده وكده في الفتحات بتاعتهم واقلب الاسبلونة كده واربط مساميري. طبعا الاسبلونة دي سهلة بس فيها ملاحظات. بمعنى ايه؟ احيانا واحد يركب الاسبلونة يلاقى العمود اللي فوق بيتحرك واللي تحت ما بيتحركش، واحيانا العكس يجي يفتح يتلاقى من تحت قفلت معاه ومن فوق ما فيش اي حركة. ايه المشكلة في الموضوع ده وايه السبب؟ طبعا دي السبب ان في انواع تجارية او تقليدي تعبانة شوية. الحديد الصفراء اللي انتو شايفينها دي البنز ده اللي بيركب فيه العمود ما بتبقاش الطول بتاعها كافي يعني، فلما بتركب انت العمود فيه بيفلت منه. فاحنا بنتغلب عليها بطريقة بسيطة، ان احنا بنيجي كده للعمود وبنتنوه شوية كده في الاخر، ادي له تقويصة كده في الاخر بحس انه يتعشق تعشيق فين في الترس دي. يعني انت اللي فوق واللي تحت نفس الكلام، اديهم كده حتتين انحناء كده تقويصة كده في الاخر عشان هي تضمن ان هم مسكوا. عندي طبعا الدرفة دي اللي عندنا متر وطول الشباك مناسب، فانا هقسمها بالنص، هحط الاسبلونة عليها على 50 سنتي. انت حسب الطول عندك، يعني انت مش مجبر ان انت تحط على 50، ممكن يكون الشباك عندك ارتفاعك قصير ارفع الاسبلونة شوية لفوق، ممكن يكون الارتفاع بتاعها عالي لفوق خلي الاسبلونة شوية لتحت عشان طول تفتح منها وتقفل. يعني بعد ما بركب بالطريقة انتو شفتوها دي ابتدي اربط ايه المسامير بتاعتي. طبعا اخلي المسافة ما بين اخر الدرفة على اليمين والشمال اخليها هي في النص، يعني بحيث ان ما تضايقنيش في فتحة الدرفة بتاعت القزاز. اربط مسمارين واجرب تحرك معاي العمود فوق وتحت، يبقى كده اكمل عشان ما تربطش مساميرك كلها وبعدين تكتشف ان هي في واحد ما بيتحركش وتضطر تفك تاني. بعد ما ربطت مساميري وجربت تاني اجي ليه للحلقة اللي تحت. الحلقة دي احاول ما اخليهاش لتحت خالص، يعني خليها نفس المسافة كده. وفي ملحوظة، حاول تخلي المسافة هنا نفس المسافة اللي فوق بحيث ان يبقى الشكل كله متناسق. لما تكون الاسبلونة كلها بالعمود كله على مستوى واحد انت وجاي كده تشوف الشباك من بعيد تحس ان هي شكله مقبول في تناسق. موضوع الحلقات دي طبعا في البلكونة عشان ارتفاعها بيبقى عالي اركب حلقتين ثلاثة في الشباك على حسب. لو مثلا الشباك متر يكفي حلقة فوق وحلقة تحت، مش لازم حلقات في النص. اربط بنفس الشكل ده اجي بقى للعمود ده. العمود ده قص ازاي؟ اول ما تيجي تقص اتأكد ان انت الاسبلونة عندك ايه مقفولة، ما تقصش وتكون الاسبلونة مفتوحة. لو قصيته هي مفتوحة راح تكتشف ان العمود ده قصر معاك. اقفلها واجي لما اقص ما يقصش كده على الاخر، اخلي فيه فراغ شوية لفوق، خلي فيه مجال لفوق شوية. ليه؟ ممكن فيما بعد يجي فن ولا حاجة نحتاج يسحب بالفارة، دي ممكن تبوظ الفارة. فانت عشان تبقى فاهم الشغلانة يا قص لفوق شوية
بعدين هنبتدي نفتحها. بعد ما علمت هبتدي افتحها واقص. طبعا انت هتقص شوية كده وبعدين هتتني العمود ده لفوق ولتحت، هيتقصف معاك. نفس الطريقة دي، نفس اللي عملته تحت تعمله فوق. هاي نقطة أركب بيها الحلقة، الحلقة التانية دي اللي هي بتركب فين، في الحلق أو في الداير. هفتح كده السبولونة بتاعتي وأركبها بنفس الشكل ده. لو الموضوع صعب بالنسبة لك ان تستخدم ايد واحدة في الدريل واليد التانية تثبت بيها، ممكن مسمارين صنارة صغيرين تعلم مكانهم وبعدين تبتدي تربط بيهم. نفس اللي عملته فوق اعمله تحت. عشان كده بدري قلت لكم لازم العمود ده لما نقصوه نخلي فيه مجال شوية، عشان مع الفتح والقفل ما تتكلش الحتة اللي من تحت دي، خاصة في موضوع البلكونة. شكرا.